دكتور احمد، حضرتك خصصت جزء كبير من مجهود حضرتك للعلوم الطبيه، وخدت براءه اختراع في مضادات للسرطان، وكان ليك اسهامات كمان وابحاث متخصصه في علاج السرطان بشكل خاص. لو تقول لنا برضو فكره عن شغل حضرتك واختيارك للسرطان، وايه طبيعه تدخل الكيمياء والطب في الجزئيه دي. تمام. انا بس عايز استغل الفرصه بوجودي مع حضرتك، لان في اعضاء هيئه تدريس كتير من كليه علوم ربما لا تتاح لهم الفرصه انهم يحضروا مع حضرتك في هذا البرنامج. منورنا اي وقت. يعني احب اوجه كل التحيه والتقدير اللي معايا رئيس الجامعه دكتور محمد سامي استاذ النواب، وكل الساده اعضاء هيئه تدريس بجامعه القاهره على الدعم المبذول لدعم الساده اعضاء هيئه التدريس في البحث العلمي. الحمد لله كليه جامعه القاهره بتقوم بنشر فيما يقرب من 25% من اجمالي البحث العلمي داخل جمهوريه مصر العربيه. كلية علوم جامعة القاهرة تقوم بنشر فيما يقرب من 40% من اجمالي البحث العلمي داخل جامعة القاهرة، اي ان كلية علوم جامعة القاهرة تقوم بنشر فيما يقرب من 10%، ولذلك تم ادراج فيما يقرب من 48 عالم من علماء كلية العلوم طبعا داخل تصنيف جامعة ستانفورد. ايوه ده حقيقي. اما بالنسبة كل التحية والتقدير ليهم. تشكرين يا فندم. احنا نفسنا نقدر نستضيف ال 500 والله. يعني انا كمان تواصلت مع علماء كتير كانوا في الخارج للاسف. ايوه بالظبط. فان شاء الله نحاول نجيبهم بسكايب وبعد كده بزوم. النقطة اللي حضرتك كلمتني فيها، هو حضرتك مرض السرطان هو مرض معقد له أسباب عديدة ومتنوعة، والمدارس العلمية اللي بتقوم بعلاج هذا المرض كل مدرسة بتختلف في النهج العلاجي طبقا لما تراه من أسباب هذا المرض. في طرق كثيرة جدا تتمثل من لأسباب هذا المرض زي البراثة. لو انت لو اي مريض راح لاستاذ جراحه اورام اول ما يساله يقول له كان في حد في العيله عنده كذا، فهو بيتدور على العامل الوراثي اولا. في اسباب بتبقى اسباب بيئيه، سلوك خاطئ في المعيشه، بيتعرض لمبيدات حشريه كثيره، بيتعرض لمنتجات كيميائيه، اسلوب خاطئ في النمط الغذائي نفسه، ما لا يمارس الرياضه، بياكل اكلات عنده وزن زائد، بياكل اكلات مشبعه بالدهون وهكذا، عنده وضع غير ساوي ان هو مثلا بيميل الى شرب الكحولات كثيرا. فده بيخلي الكبد اكثر عرضه للعرضه لمرض السرطان. مداوم على شرب التدخين بصفه عامه، ده بيخلي الرئه اكثر عرضه للاصابه بمرض السرطان and so on. في طرق تقليديه، مدارس علميه بتتبع الطرق التقليديه في العلاج. احد هذه الطرق التقليديه الجراحه، ودي كل الناس عارفينها، لما بيكون المرض مثبت في حته معينه، متمركز في حته معينه، اقدر اشيلها دي بالجراحه. سوري، ده برضو اختيار حضرتك ووجودك على الموقع الرسمي برضو شيء يسعدنا جدا. ده السنه دي الحمد لله. معلش عذر. لا يا فندم ابدا، شكرا جزيلا. في حضرتك بقى قررت تشتغل عليه. هي دي العلاج الكيميائي. العلاج الكيميائي هو بيثبت فعاليته طبعا. هو بيدمر الخلية السرطانية، ولكن ربما يؤدي، هو خد حضرتك بدي انه ربما يؤدي الى اصابة الخلية السليمة. فهو دي المشكلة. أيوة. فدائما اللي بياخد علاج كيميائي وان كان اتطور عن زمان كمان. بالظبط. احنا بقى حضرتك العالم كله ما زال شغال في قصة العلاج الكيميائي، بيحاول ان يجد بديل لما للادوية الموجودة في السوق زي السيسبلاتين والكربوبلاتين والنيدابلاتين. ده الموضوع في منتهى الاهمية. انه يحاول بقى عشان الموضوع في منتهى الاهمية، العلماء بيحاولوا يجدوا علاج اكثر امانا، اكثر فعاليه، ولكنه اقل ضررا واقل تكلفه ينفع. واقل تكلفه ينفع. هو ده حضرتك اللي احنا الحته اللي احنا بنشتغل ايه اللي احنا بنشتغل فيه. ان احنا بنحاول نخلق مركبات جديده. مركبات غير موجوده. زي ايه مثلا؟ حضرتك خدت براءه في ماده. احنا خلقنا متراكب. هو عاده بتبقى المتراكبات دي يعني مركب، بس انا بتكلم عليه بصفه بسيطه عشان المشاهد. هو مركب كيميائي جديد محدش لمسه قبل كده ولا حد شافه. انت بتخلقه بطريقه معينه، لان المركبات الكيميائيه اللي تساهم في علاج مرضى السرطان في العلاج الكيميائي لها طبيعه معينه. بتحاول تاخد خصائص هذه المركبات وتحضر انت مركب بيبقى ليه اكسبكتد بيولوجيكال اكتيفيتي، ليه توقع ان هو يكون ليه نشاط بيولوجي على الخليه السرطانيه. تبدا تجربه بقى على سرطان الثدي، سرطان القولون وهكذا، لحد ما تلاقي ان هو مناسب في علاج حاجه معينه. الحمد لله حضرنا مركب كان اكثر فعاليه على سرطان الثدي، وعملنا بيه براءه اختراع وسجلناه في اكاديميه البحث العلمي.